لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اليوم يوم وانطلاقه من اسلام سليماني على الجهه اليمنى، فيها هو الكره توزيع من اسلام، اوبا بابا، جول 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 جول. يا له من سيناريو، يا له من بدايه. في الثانية 38 ياسين ابراهيم يفتح مجال التسجيل، هدف السادس مع المنتخب. بالله عليكم، هل هي بداية مثل هذه؟ هدف مقابل صفر للجزائر من أول لعبة وأول تدخل من إسلام سليماني على الجهة اليمنى، يمرر على طبق في اتجاه ياسين، وأولى أهداف المباريات المباراة في الثانية 38 من عمر المباراة. الانطلاقة من رياض محرز مجددا، التمرير في اتجاه اسلام خلف المدافعين، التوزيعة من اسلام ارضية زاحفة رائعة، ياسين لا يفوت ولا يضيع مثل هذه الكرات في الزاوية اليمنى من هناك من مرمى الحارس علي مصطفى. اول اهداف المباراة لصالح المنتخب الجزائري في اول دقيقة من عمر هذه المباراة، هذا الهدف الذي يريحهم اكثر. قلنا بان عناصر المنتخب الجزائري اليوم طبعا على موعد مع الفوز والتأهل للدور الثالث والأخير، وأيضا على موعد مع رد الاعتبار، لأن الجماهير الجزائرية طبعا تطالب بالأداء الأفضل. أي نعم تطالب بالنتائج، ولكن تطالب بالأداء الأفضل، وتريد أن تطمئن على مستقبل المنتخب الجزائري الذي يمر بظروف صعبة، يجب أن نقولها، يمر بظروف صعبة منذ ما بعد المونديال. ويجب أن نقول أيضا بأن الكثير من الظروف لم تخدمه، خاصة مع الغيابات والإصابات التي تعرض لها الكثير من اللاعبين إلى الآن مع دفاعه المهم، عارف كيف نسددها. وهي الوضعيات السانحة بالنسبة إلي، فوزي غلام يستعيد، فوزي غلام يتقدم، فوزي غلام يسدد، جول 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 جول. صاروخ أرض جو، فوزي غلام يرسل صاروخ فوق راس علي مصطفى، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. قالوا لا، قال لهم بيا، اعرف ماذا سافعل، ساسدد واطلق الصاروخ برجلي اليسرى. بوم يا فوزي غلام، لم يشاهد شيئا حارس المرمى، فوزي يسجل الثاني ببراعه وامتياز. جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول. بوم مرة ثانية من كل الزوايا، فوزي غلام يسجل الثاني للخضر، الكرة في جهة والحارس في جهة، لو لمستها لكسرت. ياسين محتفظ بالكرة، ياسين، ياسين يبحث عن الخطأ مرة أخرى، ياسين ياسين وصل لغلام، كرة صعبة للمنتخب الجزائري، فوزي غلام لمحرز، جول 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 جول. عالم يا رياض، عالم يا رياض، أهداف المنتخب الجزائري، أهداف عالمية، ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام، فوزي يمرر لرياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، هدف الرابع في 22 مباراة بالثلاثية بالثقيل يقصف المنتخب الجزائري اليوم. أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ مراوغة عالمية من ياسين، وانطلق فوزي غلام حتى على طبق لرياض، بوم يا رياض في الزاوية اليمنى، الزاوية التي يسكن فيها إبليس، الزاوية التي لا تصد فيها الكرة ولا ترد. ثلاث أهداف مقابل صفر للجزائر أمام تنزانيا، هذا هو المنتخب الجزائري الذي نبحث عنه. هذا المنتخب الجزائري اليوم، مهدي زفان، رياض محرز، رياض مع وليد، ترجع لوليد، ثنائية بين وليد ورياض والتغطية الدفاعية، ورياض يسرق الكرة، رياض وضرب الجزاء، يقول حكم المباراة نعم، خطف الكرة رياض وضرب الجزاء، وبطاقة صفراء أخرى يخرجها حكم المباراة. لمن؟ 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 لمن هذه البطاقة الصفراء؟ طبعا كابومبي مدافع الأيمن يحمل رقم 4 عنده بطاقة، رياض محرز أم فوزي غلام أم ياسين إبراهيمي، هذا الثلاثي أم لاعب آخر يخرجه لنا كريستيان غوركوف لينفذ ضربة الجزاء. إسلام الذي لم يسجل بعد في هذه المباراة، ويريد أن يسجل، نعم إسلام سليماني بحثا عن هدف التاسع عشر، وأيضا يريد أن يسجل المسافة القانونية ومنطقة 18 متر. إسلام سليماني في محاولة لتسجيل هدفه التاسع عشر مع منتخب الجزائر أمام الحارس مانولا في الدقيقة الرابعة منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني. إسلام يتقدم، إسلام يسدد، إسلام جول 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 جول. بالأربعة يا
يضرب منتخب الجزائر. إسلام سليماني يسجل هدفه في هذه المباراة، سجودا لله وشكرا له على هذا الأداء وعلى هذه الرباعية اليوم في هذه المباراة. إسلام سليماني يسجل مثل ما سجل كذلك ياسين إبراهيمي، وسجل رياض محرز، وكذلك سجل المنتخب الجزائري بفضل فوز غلام. الكرة في جهة والحارس في جهة أخرى. 4-0 لمنتخب الجزائر أمام تنزانيا. لازم ترجعوا لزمان لكي نجد فوز عريض بهذا الشكل لحد الآن بالرباعية، والأمر لم ينتهي بعد بالنسبة للمنتخب الجزائري. 4 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. 4-0. حب يرفع الريتم، يرفع عندما يزيد في السرعة، يزيد عندما يمرر الإسلامي، مرر يوصل لمجاني، المجاني والدفاع، لا 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 لا، الحكم يشير إلى خطأ. ضربة جزاء أخرى، يقول الحكم المساعد رفع الراية، وضربة جزاء هدية يمنحها المنتخب الجزائري، المدرب الحكم عفوا، لمجاني الذي يستفيد من ضربة جزاء. كأس أمم إفريقيا لكرة القدم باللومي، وما أدراك وباللومي، ولم يفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم باللومي وعصاد أيضا لم يفوزوا بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والبقية من الأجيال التي لم يسعفها الحظ لكي تكون في نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 90. هنا الحكم المساعد رفع الراية معتقدا بأن الحارس مانولا ارتكب خطأ من أمام مجاني. ضربة جزاء في تنفيذها الفوز غلام في محاولة لتسجيل ثنائية في هذه الأمسية وتسجيل هدف الرابع، راح يسددها بقوة فوزي، يختار زاوية ويسدد بقوة فوزي غلام ليضيف الهدف الخامس للمنتخب الجزائري. فوزي يستعيد، فوزي بقوة جول، فوزي بقوة جول، الحارس في جهة وغلام كرته في جهة أخرى. 5-0 صارت النتيجة، 5 في عيون الحساد بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يبهرنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية، ويستعيد ثقته في نفسه، ويعيد ثقته أيضا في عشاقه وجماهيره الذين استمتعوا اليوم بهذه الخماسية. ضربتا جزاء وثلاث أهداف في منتهى الروعة عند الدقيقة 60 من عمر هذه المباراة. صارت النتيجة 5-0. فوزي بيسرى يحطها في الجهة اليسرى من مرمى الحارس مانولا. 5-0 صارت النتيجة، أكيد ستصل الستة. 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني، ما زال محافظ على تناسقه وانسجامه المنتخب الجزائري. تعرفوا بأن في الكرة اللاعب أو الفريق أو المنتخب اللي يكون فايز 5-0 ينقص شوية انضباطه والتزامه وينقص توازنه، ولكن لحد الآن بعد ساعة لعب الحكم يقول لا، عطيت لنا الثانية شوية فيها هدية، ما نحتاجوش الثالثة. وانطلاقة من هناك حتى القديرة، جول ريال القديرة، وماندي والمرة ثانية وماندي والدفاع يخرجها. شوف الوضعية انت، عيسى مندي في الخط الأمامي، وشابك هنا يا عيسى مندي، الكل حاب يسجل. عيسى مندي الذي لم يسبق له أن سجل مع الجزائر، 21 مباراة، ضغط رهيب، 7-8 لاعبين. عدلان قديورة يسدد بقوة والحارس يصد، عيسى مندي يسدد بقوة والحارس يصد، والدفاع يخرجها للركنية، يقول حكم المباراة. وكأنهم يبحثون عن هدف التأهل إلى الدور الثالث، يعني هم فايزين 5-0، إسراء لهم على إضافة هدف ثالث. الركنية جول 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 جول، مجاني يسجل الثالث له في مشواره، مجاني يسجل السادس للجزائر من كرة من ركنية بالراس، تنويع في الأهداف من ضرب الجزاء وبالراس وبالتسديد وبالمهارات، تنويع كبير للأهداف للمنتخب الجزائري. بالستة يضرب المنتخب الجزائري اليوم أمام منتخب تنزانيا. مجاني يسجل ثالث أهدافه في 48 مباراة لعبها. المدافعون يسجلون والمهاجمون يسجلون، بالراس يسجلون، بالأقدام يسجلون، مجاني يسبق الجميع ويسجل بالراس الهدف الثالث له في مشواره، السادس للمنتخب الجزائري. 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني، بالبراعة والرزانة والهدوء يسجل مجاني الهدف السادس للمنتخب الجزائري أمام تنزانيا في الدور التمهيدي الثاني كمدرب للمنتخب الجزائري. طبعا تبقى الباب مفتوح لكل شيء. رشيد غزال في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة بالقائمة الثانية، بالراس إسلام، جول 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 جول، إسلام سليماني
يسجل ثنائية في هذه الأمسية ويبلغ الرقم 20 ويتفوق على تاج بن ساولة ويصبح خامس هداف في تاريخ كرة القدم الجزائرية. إسلام من ضربة جزاء سجل الرابع وإسلام بالراس سجل السابع. 7-0 لمنتخب الجزائر أمام منتخب تنزانيا. 7-0 فزنا فيها أمام هذا هي ابتسامة شوية من كورتكوف. قلت 7-0 فزنا بها أمام الفولتا العليا في وهران أتصور في ثمانينيات القرن الماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا في ملعب 19 جوان بوهران. نعم هذا هو الهدف السابع من إمضاء إسلام سليماني بالرأس متفوقا على دفاع واقف يتفرج على إسلام وهو يرتقي ويسدد بالرأس. نعم سددها بالرأس مسجلا هدفا سابعا قاتلا لمنتخب تنزانيا الذي فرض علينا التعادل في دار السلام بهدفين مقابل هدفين. 7-0 صارت النتيجة الآن لصالح المنتخب الجزائري.